مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من أمام حمام هنا بالبرج اللي كنشوفوا معنا السيد اللي كيشتغل في هذا الحمام، كسال ومتعدد الاختصاصات، اللي كيقول مصدر الرزق ديالنا الوحيد تم الإغلاق ديالو بهذا القرار ديال الإغلاق. إغلاق هي ديك إغلاق النيت إغلاق، فكيقولوا أشنو غادي ناكلوا لوليداتنا، مصدر الرزق ديالنا سدوه لينا في وجهنا، شنو هو الحل، شنو هو البديل، أش غادي نديرو؟ هنا نخليكم سيدي، شحال من عام وانت خدام في هاد الدومين؟ ماشي 20 عام. 20 عام وانت خدام في هاد الدومين؟ 20 عام. فوق 20 عام وانت خدام في هاد الدومين، كتعرف دير شي حرفه وحده اخرى بغير هاد الشيء؟ لا هو اللي متدير هو. كيفاش جاكم هاد القرار ديال الاغلاق؟ قرار ما بين الصباح والعشيه سلمت، طرقنا، علاش؟ ما نعرف. وعاوتاني راه نقص بزاف. واش بنادم شغي يمكن له ولادو سد عليه الباب وخليه يخليه يموت بالجوع؟ راه عندهم ولاد، عندهم بزاف الحوايج ما يدار، بزاف المصاريف، بزاف اللي كاين اللي شاد كريدي، كاين اللي الله يحسن العوان. انا مخصر عاوتاني يديروا حل لهاد الناس هادو، اجاو سدوا علينا الباب ما فهمتش انا علاش. يديروا معاه محل وهما سادين. يعني قبل ما يتاخذوا القرار خصهم يراعيو. ايوا شوفوا بنادم شنو تياكل، واش غيدير ولادو؟ راه عندهم مسؤوليه. يا ماشي غير يجي يسد الباب وصافي يسد عليه وخليه يموت بالجوع. انتما عندكم شي مدخول اخر من غير الحمام؟ لا ما عندناش مدخول حنا من غير هذا الحمام، هذا ما كاينش شي حاجه. بزاف الناس اللي ضايعه، راه 15 الواحد اللي كان خدامه في هذا الحمام. 15 الاسره؟ 15 الاسره اللي خدامه اللي تتوكل من هذا الحمام هذا. كي جاكم القرار انتما نهار اللي سمعتوا بلي خصكم تسدوا؟ دخنا تلفنا ما لقينا ما نديرو، اش غنديرو؟ بالنسبه للاسر الاخرين اللي معاك شنو المصير ديالهم دابا؟ شنو كياكلوا؟ شنو الله اعلم بيهم. ما عندهم حتى شي واحد عنده شي مدخول من غير ما عندوش شي واحد شي مدخول. انت يا خدام في الحمام كتعايش مع الكليان اللي كيجيو هما اللي كيعاونوه هما اللي هذا، دابا ما بقاوش داك الكليان شنو سير تموت. سير تموت صافي. شكرا. شنو هي رسالتكم؟ شنو كطالبوا؟ طلبوا معنا حل اخر. غنمشي ندير احتجاج قدام العماله. شنو غادي يعني انتم كطالبوا انكم تخدموا ب 50%؟ ماشي غير يديروا 50% نخدموا. انتم قلتي لي اصلا في الصيف ما كانوش كيجيو الناس بزاف. ما كاينش الناس، ما كاينش. ما كاينش حتى 50%، كاين 25% اللي كاين. يا اصلا مع هذه الحراره الناس ما كيجيوش للحمام، الناس كيجيو. الانسان شويه بعدا ماشي جالس مره كاع. كما كيقولوا اللهم قليل مداوم ولا كثير. ولا كثير مقطع. بالنسبه للناس اللي خدامين معاكم شنو كتواصلوا معاهم؟ شنو كيقولوا لكم؟ مازال دابا اليوم اللي سدينا هادي مازال ما عرفتش شنو، يعني باقي الشهر الجاي عاد غيحسوا بها مزيان. غير على الشهر، غير السيمانه الجايه على الشهر، السيمانه يحسوا. راه ما كاينش مدخول. كاينين اسر اللي عند كيخلصوا الماء، الضو، الكرا، الوليدات، المصروف، التريطات، الدخول المدرسي، حنايا مقبلين عليه بزاف، كلشي كاين. رسالتكم شنو كطالبوا نتوما؟ ديروا معنا حل. الا جلسوهم خص يعوضوهم، ماشي يبقاو جالسين هكا يسد عليه ويخليه جالس. نتوما كتشوفوا انه هذا قرار مجحف حقكم؟ ماشي مجحف بزاف. لا هذا ديال الرجال ولا اخر ديال العيالات؟ الرجال ولا العيالات. شكرا سيدنا مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما شفتوا معنا للاسف انا احيانا كيتاخذوا قرارات اللي ما كتكونش قرارات صائبه. هي شوف، هي يعني جينا نشوفوا من الناحيه الوبائيه هي قرار صائب، ولكن جينا نشوفوا من الناحيه المعيشيه ومن الناحيه الاجتماعيه راه خاصنا نفكروا في ذاك المواطن قبل ما نسدوا له باب الرزق ديالو. نفكروا على انه مين غادي يعيش، مين غادي يصرف، مين غادي ياكل، مين غادي يخلص هذوك الاحتياجات ديالو. ما كاينش شي واحد اللي عايش بلا فلوس، ما كاينش شي واحد اللي عايش بلا خدمه. كلشي خصو يخدم باش يعيش، اولا خص الفلوس باش يعيش. هنا فاش كنشدوا ذاك المصدر الرزق ديال ذاك المواطن خصنا نعطيوه البديل قبل ما نطرحوا الاطروحه، نبحثوا على البديل. هنا كنشوفوا بحسره وبصوت منخفض وبنظره الم كنشوفوا هذا المواطن اللي كيتكلم ماشي غير عليه، كيتكلم على جميع النساء والرجال اللي كيشتغلوا في الحمامات، اللي كيشتغلوا في هذا القطاع، اللي ما لقاوش اللي يتكلم عليهم. تيقولوا بانه خاصنا نرجعوا للخدمه، ولا يوم الجمعه غادي تكون وقفه احتجاجيه امام عماله مكناس. يحاولوا انهم يوصلوا الصوت ديالهم
لصناع القرار، الجهات المختصه باش يعرفوا بلي كاين ناس ضرورين، ناس محتاجين، ناس خاصهم المساعده. الى هنا سيدنا نقول لكم دمتم بألف خير والى اللقاء.